موضوعنا محتاجة نتجمع فيه بعد كده دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي والتخطيط الصناعي. هتجمعه في دور النقط اللي أنا هتكلم فيها دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي، تحقيق تنمية اقتصادية سريعة متوازنة والنهوض بإنتاجية العمل وحجم ونوعية الإنتاج، تحقيق وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتغيير مكانة الدول النامية في إطار التقسيم الدولي للعمل والعلاقات الدولية وتمكينها من تحقيق مساهمة أكثر استجابة لإمكاناتها وطاقتها البشرية. خصائص دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي الحديث والمزايا اللي تترتب على تنميته. تعتبر الصناعة القاعدة المادية لتنمية بقية قطاعات وفروع الاقتصاد القومي وخاصة الزراعة، لأن هي بتتولى إنتاج القسم الأعظم من وسائل الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات. ديناميكية نمو الإنتاجية بالصناعة أسرع من مثاليتها في بقية القطاعات الاقتصادية، وده بيعود قابلية القطاع الصناعي إن هو يستوعب تكنولوجيا متقدمة. بيؤدي الأخذ بمبدأ التصنيع إلى استغلال الموارد البشرية والطبيعية العاطلة والوصول إلى مرحلة الاستخدام الكامل أو الاقتراب منها، وبالتالي رفع مستوى معيشة السكان. نتيجة لارتفاع مستوى الإنتاجية في الصناعة، فإن زيادة دورها بيؤدي إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج القومي. الإنتاجية العالية نسبيا في الصناعة وارتفاع معدلات النمو فيها ومن ثم في الدخل القومي بيساعد على تكوين فائض أكبر بشكل ملحوظ سواء في القطاع الصناعي أم على صعيد الاقتصاد ككل. تؤدي الصناعة لرفع مهارة الأيدي العاملة ولتعريف العمال بالتكنولوجيا الحديثة ولتطوير عملية الإنتاج. تاني نقطة هجمعولي فيها التخطيط الصناعي. هنجمع فيها مفهوم التخطيط الصناعي وأهمية التخطيط الصناعي. في ضوء إيه؟ في ضوء إن أنا عندي هنا مفهوم التخطيط الصناعي، هو تعريفه هو البحث عن أوجه الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة والممكنة في المجال الصناعي لتحقيق الأهداف المحددة له والتي يتم اشتقاقها من الأهداف العامة للتنمية القومية. بالنسبة لأهمية التخطيط الصناعي، نشوف تحقيق حجم معين من الإنتاج الصناعي، تحقيق معدل معين للنمو الإنتاجية، تحقيق حجم معين من العمالة أو إتاحة وخلق عدد معين من فرص التشغيل، بناء قاعدة صناعية، تحقيق معدل معين لزيادة الدخل المتولد في القطاع الصناعي، وزود الصادرات وقلل الواردات عن طريق إن أنا أنتج بدائل ليها وتصنيع مواد خام.